没见过。嗯，对。哎妈呀，我那边你要干那个啥子啊？能能搞搞直接嘛？搞点直接那个，那接下来你们做啥子啊？你妈的还哪个？对呀，就干这个了，对不对？哎哇，还有那啥，比如说那个我们，我们公司里面对面那啥嘛，我嘞。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج منهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين. الشيخ راعي هذا الحفل الحاج هارون يدروغو وشيخنا الشيخ حسن سوري و كذلك جميع الذين شرفونا بالحضور والحفل الكريم. بناتنا الطالبات أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ما أدري تترجم بعد النهاية أو كلمة كلمة. عند الشيخ من السلام والسلام لك عنا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوسى بوفاني فيه لسا نزيق وقاسو وقاني لديش فوشا طولولي فوشا طالي فوشا طالي فوشا طالي فوشا طالي فوشا طالي كان من دواعي تمام سروري هذا الصباح أن أتمكن من الإعراب عن فرحتي بلقائكم وسعادتي عنها باللغة التي يفهمها الجميع. أثرت أن تكون باللغة العربية لغة يرسي بين قوسين، و أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون جميع يرسي الموجودون هنا قد فهموا ما أقول. فأقول إن من دواعي سروري وسعادتي أن أشارككم هذا الحفل الكريم وهذا الحفل البهيج. نعم إنه حفل بهيج، لأننا نحتفل بنوع آخر ونشارك في نوع آخر من أنواع التربية والتعليم التي ننشدها في بلادنا، ألا وهو العناية بالبنات تعليما وتربية وتنشئة على المبادئ الإسلامية. إن بناتنا من أغلى ما نملكه في هذه الدنيا، ولا شك أن هذا الغلاء ينبغي أن يصان ولا تكون صيانته إلا بتنشئته التنشئة الإسلامية التنشئة الربانية، تنشئة هؤلاء أو هذه هؤلاء البنات وفلذات أكبادنا على المنهج الرباني
والمنهج الرباني هو القرآن الكريم. فأذكر أني قبل سنتين أو أكثر استشارني بعض الإخوة في فتح أو تأسيس مراكز لتحفيظ القرآن، فدللتهم على أن يخصصوا ذلك للبنات الصغيرات، وذلك في بوبو لما ألمسه من الحاجة الماسة إلى تنشئة البنات الصغيرات على المنهج القرآني، وذلك لأن القرآن الكريم منهج حياة للإنسان المسلم، فالقرآن ينبغي أن يكون هو منهج حياة الإنسان، فمنه يستمد الأخلاق، ومنه يستمد العلوم، ومنه يستمد كل ما يحتاج إليه في حياته. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وهذا يدل على أن القرآن منهج حياة شامل يشمل جوانب الحياة كلها، فمن نشئ على القرآن حري به أن تكون حياته حياة مستقيمة. لكن هناك
فالقرآن كما وصفت أو كما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا الذي ينبغي أن ننشئ عليه النشأ ذكورهم وإناثهم، حتى يشمل القرآن جميع جوانب حياتهم وهم صغار. وجميع العلوم الإسلامية التي نتعلمها مما سوى القرآن إنما هي خادمة للقرآن الكريم، فالسيرة النبوية والتفسير والحديث والتوحيد كلها مستمدة من مشكاة القرآن الكريم. ولذلك من نشئ على القرآن هان عليه أن يتعلم هذه العلوم كلها، وهي مكملة بإذن الله تعالى للقرآن الكريم. فلذلك نحض أولياء الأمور وجميع من هو مسؤول عن التعليم أن يعنى بالقرآن الكريم في مؤسساتنا التعليمية، وخاصة المؤسسات المخصصة للبنات. فالخلاصة أن من أراد أن يربي الصغار ويزكي نفوسهم فعليه بالقرآن، فالقرآن هو الذي يلين القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هو الذي يلين القلوب يلين القلوب. والقرآن هو الذي يربي على الشجاعة والإقدام، كذلك لنثبت به فؤادك. والقرآن هو الذي يربي على الامتثال بالأمر على الامتثال بأوامر الله وترك ما نهى الله تعالى عنه. فالقرآن هو الحياة كلها. والقصص القرآني الذي تجده في القرآن من ذكر أحوال الماضين وما نالوا به من جزاء، ما نالوه من جزاء عند الله سبحانه وتعالى، إما عذاب للعصاة أو ثواب عظيم وإحسان للمحسنين، فإن كل ذلك يربي النشأ الذي يتعلم القرآن ويتعلم معانيه على السلوك الحسن
وعلى الامتثال بأوامر الله واجتناب نواهي الله، وعلى أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع صالحا مصلحا. وذلك خلاصة القول: ينبغي أن نعنى بالقرآن في نشئنا لكي نربي جيلا جديدا إن شاء الله تعالى، هو الجيل الذي سيحمل أعباء هذه الأمة، كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قدموا هذه التربية الحسنة للتابعين، وحمله التابعون بعدهم جيلا بعد جيل حتى إلى يومنا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدور التي تعنى بالقرآن الكريم، وتعنى بتنشئة الناشئة على القرآن الكريم وعلى آدابه وجميع العلوم التي تتصل به. ونخص بالذكر شكرنا لهذه الدار التي عزم هذا الأخ العزيز أن ينشئها هذه التنشئة ويؤسسها هذا التأسيس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويبارك في جهده. آمين آمين يا رب يا رب. عندنا من الأمور يعني تفكر كلام صعب لو كمان فإنما يدل على اهتمام الدكتور بالقرآن وأهله.
وأحسن الله إليكم بلا يذكر وفقكم الله في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.